السلام عليكم. محاضرة اليوم هي لمادة Simulation and Modeling للمرحلة الرابعة قسم علوم الحاسبات. موضوع اليوم اللي راح نشرحه هو الـ Autocorrelation Test. التست فور Autocorrelation، طبعا الـ Autocorrelation معناته هو الارتباط الذاتي، الارتباط الذاتي اللي يكون موجود بين الأرقام العشوائية المستخرجة بإحدى تقنيات استخراج الأرقام العشوائية أو Random Numbers اللي تكلمنا عليها بالمحاضرات السابقة، واللي هي ثلاث تقنيات أساسية كانت موجودة عندنا. بالنسبة للتست فور Autocorrelation أو الترابط الذاتي اللي راح يكون موجود عندي بين هاي Random Numbers اللي موجودة عندي، يقيس مقدار الترابط بين هاي الأرقام اللي موجودة. إذا كانت مترابطة بطريقة تامة وكاملة بالنسبة للأوتوكوريليشن، راح يكون عندي هنا التست فور الأوتوكوريليشن مضبوط وتمام بالنسبة لهاي الأرقام، وممكن استخدامها بالسيميوليشن أو كمحاكاة للأرقام العشوائية اللي موجودة عندي. طبعا هنا أنا بالبداية هذا الحكي اني موجودة هنا عندي فرضيات وعندي بعض القوانين اللي راح نحكي ونتكلم عنها بصورة أساسية، واللي راح تتوضح لنا ان شاء الله بالسلايدات الجاية او بالمثال اللي راح نبدي نشرحها بعد السلايدات اللي موجودة عندنا هنا. بداية التست فور الأوتوكوريليشن اللي موجود هو راح يكون يقيس لي قيمة الترابط بين الأرقام أو راندم نمبرز اللي قلنا موجودة عندي بالمثال. الستارتنج اللي راح تبدأ هي واللي راح يحدد ليها مبدئيا بداية السؤال أو المثال المعطى بقيمة الايث نمبر، يعني ممكن يقول لي سوي التست للأوتوكوريليشن ابتداء من الرقم الثاني، أو يقول لي ابتداء من الرقم الثالث أو الرابع. إذا قيمة الاي آن هنا عندي راح تكون هي معطاة بالسؤال وتحدد بقيمة أو بداية الراندم نمبرز اللي أنا راح أستخدمها عندي بالقوانين. الأوتوكوريليشن عندي أستخدم ويا قيمة نسميها الكابيتال أم، وقيمة ثانية تسمى السمول أم. الكابيتال أم هو أكبر انتجر أو أكبر رقم صحيح موجود عندي ضمن المعادلة الموجودة هنا اللي هي الآي زائد الكابيتال أم زائد الواحد مضروبة في قيمة السمول ان. المفروض عندي هذا المقدار رياضياً يكون أصغر أو يساوي الكابيتال ان الموجود عندي. راح نجي نعرف طبعاً قيم الكابيتال ام شنو معناتها، والسمول ان والكابيتال ان اللي موجودة عندي هنا شنو معناتها، وين ألقاها بالمثال أو بالسؤال بالسلايد اللي جاي إن شاء الله. بالنسبة للأوتوكوريليشن أو تيست الاختبار اللي يكون عندي على الأوتوكوريليشن للراندم نمبرز اللي مستخدمة، عندي بي فرضيات اللي هي الهايبوثيسز اللي موجودة عندي الـ H0 والـ H1. في حالة يكون عندي قيمة P of I am يساوي صفر، إذا الأرقام أو الراندم نمبرز اللي موجودة عندي المعطاة راح تكون independent، أرقام مستقلة بحد ذاتها ما تحتاج لأي نوع من أنواع التيست اللي موجودة عندنا ضمن الراندم نمبرز. أما في حالة P of I am لا يساوي صفر، معناتها راح تكون عندي قيمة P of I am يا إما أكبر من الصفر أو أصغر من الصفر. إذا الأرقام أو الراندم نمبرز اللي راح تكون عندي أنا هنا تكون عندي dependent، يعني معتمدة، يعني كل رقم كل random number يعتمد على الرقم الموجود قبله والموجود بعده. إذا كانت عندي القيم اللي موجودة هنا عندي uncorrelated، وطبعا هي تعتمد على قيمة P of I am قلنا يساوي الصفر، يعني هاي الأرقام مستقلة بحد ذاتها وما تحتاج لأي نوع من أنواع التيست، أو حتى إذا كنا أردنا نسوي لها تيست فإن قيمة الفاليو of الأم راح تكون قيمة جدا عالية للقيم اللي راح ندخلها ضمن القانون الـ P of I am اللي راح نستخدمه عندنا بهذا النوع من أنواع التيستينج. طبعا قلنا احنا عندنا ثلاث انواع رئيسيه من التيستينج للراندوم نمبرز الموجوده، اللي هي التيست اللي يخص الاوتو كوريليشن، هنا راح يكون عندنا خاص بالستاتستكس او الاحصاء، او يكون عندي نوعين من التيستينج اللي هي الكولموغراف والتشايسكور اللي تعتمد على الفريكوانسي تيست اللي موجود. بالنسبه لل تيست statistics اللي هو الاوتو كوريليشن تيست يعتمد على معادلة أساسية واجب حفظها اللي هي قيمة الزت نوت اللي راح تحدد لي التيستينج اللي راح يكون عندي ضمن هذا النوع، اللي راح يعتمد بدوره على بقيمتين أو مقدارين اللي هي قيمة P of I am والقيمة السيجما لل P of
قيمة الزد نوت تعتمد على مقدار البي اوف اي ام والسيجما اوف البي اوف اي ام، وبدورها هاي القيم الاثنين اللي موجودة مثل ما نشوف هنا، كل قيمة لها قانون خاص تحسب به. يعني هنا قيمة البي اوف اي ام راح تطلع لي بالنتيجة كم قيمة او مقدار، وهنا ايضا راح يطلع لي فد رقم معين او قيمة او مقدار ثابت. عندي ملاحظتين هنا، يقول اذا صارت عندي مقدار او قيمة البي اوف اي ام اكبر من الصفر، اذا السبسيكونس هاز بوزيتيف اوتو كوريليشن. يعني شنو معناته السبسيكونس؟ يقصد بي هو تسلسل الراندوم نمبرز اللي عندي اللي اريد اسوي لها التستينج، تكون هاز بوزيتيف اوتو كوريليشن، يعني الترابط الذاتي بين هاي الراندوم نمبرز راح يكون ايجابي او بوزيتيف. هذا يؤدي الى شغله ثانيه اللي هي الهاي راندوم نمبرز اللي موجوده عندي ضمن التيبل المعطى بالسؤال راح تكون هنا التست اوف اوتو كورليشن شلون راح يستخدم. المثال الموجود يقول يوز ذا اوتو كورليشن تيست تو تيست ذا سكند اند سيكث تينث اند سو اون فور ذا فولوينج اوتبوتس. الاوتبوتس اللي موجوده عندي هي مجموعه من الراندوم نمبرز تعطى عندي ضمن تيبل او جدول من الارقام العشوائيه مثل ما تلاحظون هنا. يقول suppose افترض بأنه قيمة الألفا هي تساوي 5%، إذا check المفروض أو المطلوب عندي هنا check the hypothesis، check ال hypothesis مالتي if it is rejected or not rejected. أول شيء أو أول ما نبدأ بالحل بالنسبة الأمثلة الأوتو كوريليشن نجي نشوف الجدول، نرتب الجدول مال الأرقام اللي موجود مثل ما معطى بالضبط، نجي نسلسل الأرقام الموجودة عندنا من ابتداء من الآر 1 الآر 2 آر 3 إلى آخره من الأرقام. أنا عندي هنا الرقم الأخير راح يكون عندي آر 20 أو آر 20، يعني عندي 20 راندوم نمبر هنا. إذا راح يكون عندي الآي يساوي 2، ليش؟ لأن أنا محدد لي بالسؤال يقول ابدي من ثاني رقم موجود عندي بالتيبل، يعني راح أبدأ من الرقم الثاني الموجود هنا. إذا الآي عندي يساوي 2، السمول ام هنا يساوي 4. شلون نعرف قيمة السمول ام؟ قيمة السمول ام هو الفرق بين الأرقام اللي معطى واللي نريد نسوي لها تيستينج طريقة الأوتو كوريليشن والمعطى بالسؤال. يعني شلون؟ الفرق بين السكند والسيكس هو 4، وبين السيكس والتينث هو 4، وبين التينث والوراها اللي هو الفورتينث راح يكون 4. إذا الفرق بين رقم ورقم راح يكون عندي 4 أرقام، فالسمول ام راح يكون عندي 4 هنا. الكابيتال ان هو مجموع الأرقام اللي موجودة عندي أنا بالتيبل هنا اللي عددها 20 random numbers. نجي ببداية نستخرج قيمة الكابيتال ام حسب القانون اللي شفناه مسبقا. حسب القانون نجي نرتب القيم، قيمة الآي يساوي 2 زائد الكابيتال أم تبقى قيمة مجهولة زائدا الواحد مضروبة في قيمة السمول أم اللي هي يساوي 4. هاي كل المقدار يكون عندي أصغر أو يساوي من 20. رياضيا نجي نحسب قيمة الأم نطلعها هنا، أنا راح تكون عندي قيمة الأم أصغر أو يساوي 3.5 3 أو 3.5. حسب القانون اللي عندي اني او حسب الفرضية الموجودة تقول اني لازم عندي قيمة الكابيتال ام هو اكبر largest integer number عندي، اكبر رقم صحيح عندي. اكبر رقم صحيح عندي بقيمة 3.5 اللي موجودة هنا بحيث ما يعارض للقانون لازم يكون اصغر او يساوي
ام يعني اصغر من الثلاثة ونص، ننتبه اذا اكبر رقم. نيجي هنا نحسب قيمة الزت نوت اللي هي قيمة البي اوف اي ام على السيجما اوف البي اوف اي ام، وكل قيمة من هاي القيم لها قانون ثابت وخاص بها حسب ما مثبت بالمثال اللي موجود عندنا هنا وحسب القوانين المعطاة. اذا من نجي نحسب قيمة البي اوف اي ام اللي هي الواحد على الكابيتال ام، يعني واحد على ثلاثة زائد الواحد في قيمة الار 2. هاي شلون طلعت قيمة الار 2؟ من قيم السميشن اللي انا اخذتها هنا عندي موجودة بالمثال، يعني الار اوف اي اول واحد اللي هو الاي عندي يساوي 2 زائد الكي، مني كي يساوي عندي 0 ابدا من الصفر ب الى قيمة الام اللي عندي هي تساوي 4، سمول ام تساوي 4. اذا الاي الكي هنا 0 في قيمة السمول ام، اي صفر في اي قيمة هو صفر، اذا الار 2 هو اول قيمة للار. نجي وراها اقيس او اعرف السمول ام اللي هو 4، اذا 2 زائد 4 راح يساوي لي 6 في قيمة الار اوف الاي، هنا انا عندي 2 زائد الكي يساوي 1 زائد 1 في قيمة الام اللي هي او السمول ام اللي هي تساوي 4، راح يطلع لي عندي الار هنا أنا يساوي 10 الى نهايتي من الارقام اللي موجودة عندي هنا، ولازم تطلع لي قيم او مقادير الارقام يطلع لي فقط 4 لان اني عندي الكابيتال السمول ام اللي عندي اني عندي قيمته 4، اذا 4 ازواج من الراندوم نمبرز اللي راح تكون عندي محسوبه ضمن الاوتبوت اللي معطيني اياه بالسؤال الموجود. هذا المقدار كلي تناقص 25%. نجي ناخذ او نحسب نعوض كل مقدار هنا بقيمته اللي موجوده بالتيبل، يعني الار 2 هنا قيمتها ايش قد؟ قيمتها 1% مضروبه في الار 6، الار 6 اجي اشوف قيمته ايش قد هنا 0.19%، نجي زائد اخذ الار 6 اللي هو قيمته 19% في الار 10 اللي هو قيمته 0.30% الى اخره. هنا الاسبقيه بالمناسبه الاسبقيه تكون العمليه الضرب الموجوده، بعدين اجي اخذ ناتج عمليه الضرب الموجوده للارقام الموجوده هنا، بعدين الخطوه اللي وراها كرياضيات هذا الحكي نقسمها على الاربعه، بعدين نجي نطرحها من قيمه ال 0.25% اللي هي موجوده عندي بالقانون، راح يطلع لي الناتج لقيمة الـ P of IM اللي هي قيمة الـ P of 2.4. إذا نريد نعوض قيمة الـ I والـ small M الموجودة راح يطلع لنا سالب 0.189075. نجي نحسب قيمة الـ sigma للـ P of IM حسب الجدول اللي هي تحت الجذر 13 في الـ capital M اللي هو 3 زائد 7 على الـ 12 في الكابيتال ام زائد 1، نجي نحسبها نشوف الناتج يساوي 0.1412. راح نجي نقسم القيمه الاولى للبي اوف اي ام على القيمه الثانيه للقيمه اللي قيمه السيجما اوف البي اوف اي ام، راح يطلع لنا قيمه الزت نوت ويساوي سالب 0.9069. نجي
الفا على 2 يعني الزت نوت اكبر او يساوي سالب زت اوف الفا. الزت نوت يساوي هنا تكون قيمتها اكبر او يساوي سالب زت اوف الفا على 2 وتكون قيمتها اصغر او يساوي زت اوف الفا على 2 اكبر او يساوي السالب واصغر او يساوي القيمه الموجبه للزد اوف الفا على 2 اللي هي 25 بالالف. فمن اجي اشوف قيمه الزد نوت هنا اللي عندي اللي هي الاو بوينت واحد العفو سالب او بوينت 9069 اقارنها بقيمه الزد اوف الفا على 2 السالبه والموجبه راح اشوف بانه هي مو ضمن الرينج اللي موجود عندي، هي خارج الرينج باتجاه النيجاتيف او السالب الاكس اكسس اللي موجود عندي. اذا النتيجه مال هذا التيست راح يكون عندي الهايبوثيسز هي تكون عندي ريجكتد مرفوضه. يعني ليش؟ لان قيمه الزد او نوت عندي كانت او صارت خارج الرينج المفروض اللي تكون بي. اذا السبسيكونس مال الراندوم نمبرز اللي موجوده عندي هنا يكون سبسيكونس خطا عاده او مو صحيح بالنسبه للاوتو كورليشن او غير معتمد حتى يستخدم بالاوتو كورليشن، فنقول عليه سبسيكونس هاز نيجاتيف اوتو كورليشن. اذا اللو راندوم نمبرز تند تو بي فولود باي هاي راندوم نمبرز، مثل ما بنشوف عندنا هنا بعض الارقام الصغيره بالراندوم نمبرز تكون متبوعه بارقام اكبر او ممكن تكون الارقام الصغيره اللي موجود عندي بعض الارقام تكون قبلها ارقام اكبر من عتها والعكس صحيح. فهذا كل ما بالنسبه للمثال الموجود عندي والقوانين موضحه بيه والهايبوثيسز الفرضيات لحل التستنج بالاوتو كوريليشن توضحت بهذا المثال اللي موجود عندنا هنا. بالنسبة للمثال الثاني اللي موجود عندي راح يكون use the autocorrelation test to test 3rd, 8th and 13th and so on. بالنسبة للأرقام الموجودة عندي بالتيبل الموجود بهذا السؤال هنا، إذا قيمة الآي مننا راح نقدر نعرفها اللي هي 3 راح تكون عندي موجودة، لأنه يريد نبدأ بحساب التيست أو نسوي تيست للأوتوكورليشن بهاي الراندوم نمبرز الموجودة ابتداء من الرقم الثالث. سبوز الألفا يساوي 0.5% والكابيتال N يساوي 30 هو انسب رقم موجود عندي وهو largest integer number يحقق لي المعادلة اللي موجودة عندي هنا. اجي احسب قيمة الـ P of IM مثل ما قلنا مسبقا بالمثال السابق، وقيمة الـ P of قيمة السيجما للـ P of IM اللي موجودة عندي. الـ P of IM هنا الـ P of 3 5 يساوي 1 على 4 زائد 1 في قيمة الـ R I الأولى اللي هي 3 قيمتها الـ I 3 زائد الـ K نبدأ من الـ K يساوي 0 في قيمة الـ M هي تبقى 0. إذن عندي الـ R الثاني راح يبدأ منين؟ من الـ R of I اللي هي 3 زائد الـ K اللي هو 0 زائد 1 راح يكون عندي 1 في قيمة الـ small M اللي موجودة راح يكون عندي قيمة الـ R هنا يساوي 13
زائدا لان عندي اني سميشن، هسه اجي هنا أنا اغير قيمه الكي فقط الى واحد، لان لازم تكون الكي عندي موجوده من الصفر الى الكابيتال ام. حسب النظرية اللي عندي هنا أنا وحسب الخط البياني اللي أجي أرسمه وأوضح عليه الرسم اللي موجود عندي، لازم تكون قيمة الزت نوت محصورة بين قيمة الزت أوف سالب ألفا على 2 وقيمة الزت أوف الألفا على 2 اللي هي السالب 25 بالألف إلى 25 بالألف. قيمة الزت نوت اللي طلعت لنا هي خارج الرينج اللي موجود أنا عندي هنا، إذن راح تكون failed to reject أو تكون عندي rejected مرفوضة، الهايبوثيسز هنا rejected. The subsequence has negative autocorrelation، هنا الاوتوكورليشن راح يكون عندي بالنيجاتيف، يعني معناتها low random numbers tend to be followed by high ones، يعني الارقام اللي موجودة عندي هنا بالتيبل الموجود اذا نجي ندقق بها راح نشوف بعض الارقام